الله يخرب بيت امي، دي تعويذة. ده انا اشتغل بتاع انابيب اسهل يا ولية. هات لي الدواء يا سندباد. ايه اللي شغلني مع مريضة بس؟ ثانية واحدة ياما، ثانية يا حاجة. يلا يا ابني. طب طالما انت قربتي تموتي شغالة ساحرة ليه؟ يلا يا ابني. مش راضية تيجي. اعمل ايه؟ انا بطاها جامد. معلش. ثانية. ومصحك ما راضية. الله يخرب بيت. ايوه. خد الدواء. ايه ده؟ سكر نبات؟ هو انا حصان؟ ما انت بقالك شهرين بتعملي ايه؟ مش عارف اذا كنت حصان ولا معزه. انت بني ادم انت؟ لا انا دجاجه. سندباد. ايه؟ مين الناس اللي كانوا هنا دول؟ الناس اللي هنا دول تقريبا كده قرصنا. قرصنا؟ مين اللي قرصنا؟ يا وليه اخبطك بطوبه اجيب اجلك؟ إيه؟ اعمل معاكي ايه يا وليه؟ قرصنا جمع قرصان. الاسطوره بتقول ان خلص الفول انا مش مسؤول. دي اسطوره امك. صورة مين؟ لا بتكلم بجد والله. صورة مين؟ صورة مين؟ لا هت مش ها مش همشي. تعالى يا سندباد هنا. والمصحف هخلص واوريك. كمل. الاسطورة بتقول ان الجزيرة دي هيجي لها يوم ويوصلها واحد طماع عايز يوصل للكنز في الكهف الملعون. يا سندباد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ باباي باي للناس. باباي باي. باباي باي لهم بقى يا وليه. في ايه يا ابني؟ ما تضايقنيش. معلش انا تقلق. طب دلوقتي انا نفسي افهم بس حاجه، الراجل ده راح لحارس المقبره اللي عين لوحده كده بطوله؟ لا، ما هو معاه رجلين. الاثنين الكورت دول؟ اه. دول خش وقش يا وليه، مش هيعملوا حاجه مع حارس المقبره اللعين. عندك حق، حارس المقبره هينفخهم كلهم. طب انا نفسي افهم نقطه دلوقتي. إيه؟ الناس اللي شاربه خمره على المركب دي خلاص كده بخ، خلاص ماتوا؟ لا، ما هي الاسطوره بتقول. انا عايز باتنين جنيه فول، كل في كيس لوحده عشان امي ما بتحبش. طب بتقول الاسطوره. انا من المنصوره. قلبي تعالى. حلوة وأمور. تعالى يا سندباد هات لي الدواء. جامدة وشطور. تعالى عشان خاطري هات لي الدواء ده. هجيب لك دواء منين يا ولد؟ هاتهولي من هنا يا سندباد. فين ده؟ يلا. الأسطورة قالت مصر يا ما شالت. ياما. قوم هتنام. قوم. اسمع. الشغل معاكي متعب اقسم بالله. تعالى. ايه؟ الاسطوره بتقول ان الناس دي ما دام ما عداش عليهم يوم كامل ويسم يبقى كده يقدر احنا نعالجهم. ايوه انت شايفك والله. حبيبي. حبيبي والله الناس اللي بقوا دول عاملين ايه والله العظيم؟ طيب اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه يعني الدنيا بقى؟